السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبركت ذي الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فيحرصوا يا شباب على الابتسامة، والله أن الابتسامة مفتاح سحري من خلاله تستطيع الدخول إلى القلوب. وأيضا أنا أؤمن تماما أنه مرات حتى الصفقات ما تتم إلا بابتسامة، وما تدخل القلوب وما يعني يعاملك أحد بالحسنى ويجدك شخص عظيم إلا بابتسامتك. فاحرص دائما على الابتسامة وأنت تتحدث وأنت تتكلم عنه وأنت تصافح. ترى إذا صافحت أحد وأنت غير مبتسم فالمصافحة والسلام بارد نوعا ما، لكن بالابتسامة تشعر بلذة جميلة. فالله يحفظكم ويسعدكم يا رب حبيبي. اللهم آمين. هي حلقة تلاوة. السلام عليكم. السلام. بس حبيت اذكركم. مبروك. ايش؟ بس حبيت اذكرهم ان انا اللي فزت. فريقنا كله. بس لا نكهه. السلام عليكم. الله يحييكم.